هي ملي جيت هنايا تلاقى كان عندي شي مشكل مع بنتي، وقع لي شي مشكل تسنيت حتى يكون عندها 3 سنين، وبغيت تقرا القرآن. ايوا فوالا، كان شي ناس ديال فرنسا قالوا لي هاجي. كان شي اخ كيقرا مزيان، هو كان في هذيك المدرسة ليها، كان هو دري ليها قبل ما يقع المشكل. ايوا صافي، قالوا لي هو مزيان كيقري مزيان ماشي. قلت له واخا، قلت علاش لا. انا كان عندي خوها عندها هاد الوقت، كنت كان عنده 4 سنين وهي 9 سنين، وخوها كان في الروض، الروض هنا ديال المغرب، قرا في الروض شي عامين، وهما كانوا كيجيو عندي الا بغيتي ديري هذيك واحد المدرسه. قلت له هو صافي، با دو بروبليم. ايوا صافي، باش ندخل بنتي دخلت عنده، ودخلت خوها معها. المرأة كتقابل البنات، والراجل كيقابل الدراري يعلم لهم القرآن، يعلم لهم يكتبوا وكل شيء. ايوا صافي، في الاخر وقع لنا شي مشكل مع هذاك لي الراجل ديال المعلمة. شي نهار بنتي دخلت من دار، وكان زرقاء زرقاء كل شيء، زرقاء زرقاء كل شيء في الحامة وكل شيء. ايوا صافي، مشيت ودرت شكاية. اش وقع ليها دابا؟ هو قيسها، هو قيسها، حكات ليا هذاك الشيء فين دارها اش دار وكل شيء. و ايوا في الاخر وفينال احنا شفنا وفهمنا على حسب هادشي اللي كتقول لينا، بلا ماشي هو دابا، هما هذاك هما عصابة خدمتهم هادي كيدو الدراري صغار عند الناس، الناس كيعطيهم الفلوس وهما كيقيسو الدراري. ودابا المشكل دابا حنا، انا الدرية بقات عندهم شهر شهر، وجاب الله الحمد لله ربي فتحو مني دخلات كلشي زرقاء. دابا انا ما فلاس لي والو، الدريه اللي حكات لي انا كان نخلص واحد المراه باش هي تقرا ليا بنتي وتعلم ليها العربيه والقران وكلشي، وهما مدرسه وماشي من ولادي عامر، كان الدراري لي في لي غارسون. دونك صافي نروح عند لي ماغازان استوك سلام، جو اشتري دي بوبي دي جوي دي بونبون اكسيتيرا. و الي رونتري لا ميزون ما راكونتي، جو دي نو سي با بوسيبل. جو دي نو كو لو طونطو، هذاك لو طونطو هذا اللي خدام معاهم، داها فوالا، الى غامني دون لي ماغازان اشتي دي جو اكسيتيرا، الى غامني دون بيسين une maison. في الاخر عرفت هاد لا ميزون، واحد فيلا حدا اللور اللي فيها لا بيسين فعلا. ايوا حكات لي هذاك الشيء كله، جي با كرو، جي نو سي با بوسيبل. جو دي مي نو، جي كاش كو تو راكونت. مي دي سي 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 فري، ام راكونت ام راكونت ما ديتهاش فيها. اي سي فري كونتر تان اشاك فوا ملي كي عندها واحد لا سورتي لا ميتريس كتعيط لي غير هكا. ما جي با كومبري او ديبي، جو بونسي كي ام ابلي كوم سا. Maintenant, avec du recul, j'ai compris qu'elle m'appelait pour voir si j'étais au courant, si la petite m'avait parlé ou quoi que ce soit. Et ouais, ça fait, ouais, j'ai pas fait attention en fait, je croyais pas. Et ben ça y est, là ils ont commencé à la ramener chez les clients. Et la petite elle me raconte, donc voilà, va chez telle personne. Une fois ils l'ont ramenée chez une personne, ils lui ont dit avec le. Il lui a dit non, je veux pas cette fille-là, elle est grande, elle va parler. Et celui qui a ramené ma fille, il a dit non, elle a dit, elle a dit, qu'on a fait ce qu'elle a dit, elle 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 a dit, qu'on a dit. Bon, ça y est. Là, je suis allé. Je ne sais pas si je suis dit, parce que c'est le qadar. C'est le qadar. ايه نقدر نقول بزاف الحوايج نورمالمون، هذاك الشيء طلع عليا نورمالمون. انا مازال هنا ما مشيتش، بقيت ودوزت مازال. نورمالمون هذاك الشيء خاص نمشي ونكره بلادي. دابا انا غنهضر معاك دابا، الا انا الا ربي ما سي الله سبحانه وتعالى نوغا با بريزيرفي مون كوغ، كون صافي انا ما غاديش نبغي ولادي. ملي هذاك الشيء وقع ليا في بلادي ما غاديش نبغيه،
وإلا ما عنديش لا فورس، إلا نفسي ما فيهاش، إلا ما عنديش القوة صافي، ما غاديش نبغي لا بلادي لا الدين ديالي بالحقيقة. علاش؟ إلا كنت ضعيفة ما غاديش نبغي، غنكره بلادي 100% وغنكره الدين ديالي. يقدر كاع نمشي لفرنسا نحيد حواجاتي، ما نصومش ما نصليش ونبقي نعيش هكا. يقدر بزاف الحوايج، يقدر كاع انا نهضر على الاسلام واستغفر الله العظيم وندفل على الاسلام من نيت، يقدر بزاف الحوايج. حيتاش هذوك الناس كلهم دايرين الحياة، يعني حياة يقراو القران. انا حنا كنمشيو عندهم باش يقراو ولادنا القران وكنثقوا فيهم. انا نيت قلت هما احسن مني، ما هما قارين. شي واحد اللي كيحمد القران باركور او عرفتي الاجر اللي فيه في هذاك الشيء، هما انا جيزي بوزي سور ما تيت فوق راسي وقلت اي دوكو كونت اون اي تراي مني اون اي تراي بار دي. دابا ربي فهمني بلا ناس حمني هما مسلمين، هذا ماشي مسلمين، هذا هما كيلبسوا هذاك اللبس ديال الدين باش الناس يثقوا فيهم. في الاول نتريا ان هذاك الشيء انا صمي هذوك الناس الله يهديهم مراد، ولكن لا، المسلم ما يديرش هكا. المسلم يقدر يكذب، واخا ملي كيكذب يخاف، يقدر يسرق، ولكن فوالا، ولكن ما غاديش يدير هذاك الشيء. هذوك الناس كيلبسوا عصابة وكيلبسوا اللبسه ديال ربي سبحانه وتعالى ديال الدين، وكيديروا احياء، وهما سون تري اورغانيزي. وخدمت هي هذيك، يعني الاخت المهاجره الفرنسيه عرفتها هذه، يعني صافي طوامة 3 شهور هذه باش عرفتها. يعني فاش جات عندي كانت عندها يعني ظروف، والله العظيم يعجز اللسان باش نوصف هذوك الظروف اللي كانت مرت بها مسكينه. نسال الله عز وجل يسر لها الامر ديالها يا ربي. يعني كان عندها الظروف انها تحكم عليها بالافراغ وتجمعوا عليها الديون، لا في الحانوت ولا في المدرسه، يعني معاناه. وربي سبحانه وتعالى يسر اننا حنا جدينا لها واحد الدار مفرشه بواحد الثمن اللي هو رمزي 1500 درهم. المهم هادشي اللي كاين، وكنت كنتعاون معاها، ولكن ما عرفتش يعني داكشي اللي كان مخبي يعني كثر من هادشي. يعني كانت بنتها تغتصبت من طرف استاذ ديال يعني كيقريها القران. يعني سبحان الله العظيم كنشوف هاد الاخت ما شاء الله عليها، ولا ازكي على الله، عندها واحد الايمان قوي. لان هاد المعاناه اللي دازت منها، لو كان كانت شي وحده ضعيفه لو كان ارتدت على الاسلام. وبهذا من هذا المنبر هذا كنقول للناس يتقوا الله، خاصه اللي كيتخباو وراء زعما حاملين كتاب الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هذه. يعني هاد الناس واخا كيقولوا لك لا راه هادو ما خصناش نهضروا عليهم لانهم حاملين كتاب الله. كتاب الله يعني كلام الله كله حق، واصدق الكلام كلام الله. ولكن هادو اللي كيتخبى من وراء القران وكيديروا الاجرام وكيديروا هذا الفعيل، خصنا كنبغي الدوله تدخل بشان هاد الناس. وباش يعني والله العظيم ثم الله هو بكل حروف القسم، يعني هاد الشيء اللي وقع لنا احنا دابا، الناس ارتدوا على الاسلام وكاين الالحاد الى بسبب الناس يدعون الالتزام. حيت انا لا اعمم، كاينين الناس ما شاء الله حافظين كتاب الله ويعني مستقمين، وكاينين الناس اللي كيتخبى من وراء قال الله وقال الرسول وكيديروا فعيل ديال الاجرام. يعني نسال الله عز وجل ان يردهم ردا جميلا. الحكم اللي كاين، يعني البنت كما قالت يعني تعرضت للاغتصاب، يعني وكاينه يعني قلنا تجاره بالاطفال، هادشي اللي فهمنا دابا كاينه التجاره بالاطفال. ومن خلال يعني ماشي غير هذا الاستاذ ديال القران، كيديها للناس اخرين. يعني وراتها البنت يعني الفيلات فين كتمشي، يعني وراتها كل شيء. واللي مشات يعني جرات وجرات، ولكن ما تخداش لها حقها للاسف الشديد، ما تخداش لها حقها انها كمهاجره فرنسيه جات عندنا المغرب باش تعلم وليداتها الدين، وما تلقاش اللي يتعاون معها. هذا الشيء يعني كيضر في القلب، والله لا تقشعر له الابدان. يعني الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي سلطه يوقف مع هذه الاخت المهاجره. يعني فعلا دارت الشكايه وتحكمت يعني المحكمه الابتدائيه بالبراءه، والاستئناف تحكم بسنتين
التنفيذ، ولكن راه مازال ما كاينش التنفيذ، ما كاين والو، واللي عنده شي سلطه باش يتعاون مع هذه الاخت هذه يتعاون معها. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا في هذا الخير، وان يرزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل، وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان ربي في هذه القضيه غيبين خبايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي هي ماشي انا عيطت لها، لقيتها عند الجندار. لا، واش هاد الجمعيه انت اللي مشيتي عندهم ولا هما اللي جاوا عندك؟ لا، لقيتها عند الجندار كتسناني واحد